السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوا. زي ما تعودنا بنقول أسماء حبايبي الطلاب اللي اهتموا وعملوا الواجب، وهنشوف مع بعض كده الأسماء موجودة معايا على الشاشة. نقول ريم عبد الله الحديدي محافظة الدقهلية، منار رمضان محافظة المنيا، أدهم أحمد جمال محافظة بني سويف، مديحة ممدوح محمد، وآية أيمن، ورحمة صلاح، ومارك باسم إيميل وده محافظة الإسكندرية، وشيماء عمر مصطفى محافظة المنيا، عمر محمد خليل محافظة الإسكندرية. انا بشكر كل حبايبي اللي اهتموا بعمل الواجبات اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، واتمنى ان كلنا نسمع مع بعض دلوقتي حل الواجب اللي احنا خدناه، عشان في ناس كتيرة جدا كانت حلة بعض النقاط الخطأ، فكله يتابع معايا دلوقتي هنحل مع بعض الواجب وهنشوف مع بعض ايه الاخطاء اللي انتوا وقعتوا فيها ونتناقش فيها مع بعض. معايا كان أول سؤال من الأسئلة اللي كنا واخدينها المرة اللي فاتت، يبدأ نهر النيل عند كاجيرة ولا بحر الزراف ولا بحر الغزال ولا السباط؟ احنا زي ما اتفقنا يا ولاد ان قايلين ان نهر النيل اللي هو بيبدأ من وسط أفريقيا عند الحدود بحيرة فيكتوريا. لو بصينا مع بعض على الخريطة اللي قدامي، عشان كتير جدا كتبوا بحر الزراف واللي كتب بحر الغزال، فطبعا ده مش صح، المفروض هو نهر كجيرة. نبص كده مع بعض على الخريطة، انا عاوزة الجزء الاخراني من الخريطة هنا قدامي. لو بصيتوا كده حبايبي، انا عندي، انا قلت بحيرة فيكتوريا هي اللي بينبع منها نهر النيل، ودي بنسميها المنابع الدائمة، يعني المنطقة الاستوائية دي كلها كده بنعتبرها المنابع الدائمة، اللي هي سواء منطقة هضبة البحيرات الاستوائية ومنطقة عالي النهر في المنطقة دي. يبقى أنا عندي لو بصينا كده يا ولاد، بداية نهر النيل هو النهر الأول اللي الرافد الأول اللي بيصب في بحيرة فيكتوريا، هو نهر كاجيرا، بيبدأ من إيه؟ من الجنوب عند ايه بحيره فيكتوريا، وهو يسمى بنهر كاجيرا. يبقى ده الاختيار السليم، عشان نركز كويس جدا في الاختيارات، لان مهم جدا تبقى عارف الاجابه السليمه ايه. وجود صخور ناريه صلبه شمال ايه؟ احنا اتفقنا الصخور الناريه دي اللي هي بترجع للزمن الاركي، وقلنا الزمن الاركي ده متمثل في الجبال اللي موجوده في مصر. يعني انا اتفقت معاكم قلت لكم كل الجبال زمن اركي، زي جبال البحر الاحمر، زي جبال سيناء، زي جبل العوينات. طيب وفي بقى منطقه موجوده في وادي النيل اللي هي ايه؟ خان كلبشه والجندل الاول. المنطقه دي هي بتتكون من صخور ناريه صلبه، يبقى هي دي اللي هي ايه بيرجع تكوينتها الى الزمن الاركي. وعشان كده السؤال اللي دايما بيجي لك، ليه بيوجد تكوينات الزمن الاركي ما زالت موجوده في وادي النيل؟ عشان هي متمثله في منطقه ايه؟ برافو عليكم، الجندل الاول. يبقى لما يقول لي وجود صخور ناريه صلبه شمال بحيره السد، يبقى الاجابه الصح شمال بحيره السد، لان هي دي المنطقه اللي بيوجد فيها خان ايه؟ كلبشه ومنطقه الجندل الاول. تمام كده حبايبي، شوف اللي بعده. بيقول لي ينتمي بحر العرب الى المنابع ايه؟ يا ترى بحر العرب اللي احنا قلناه دلوقتي لسه موضحه لكم على الخريطه، تعالوا كده معايا على الخريطه نبص عليها تاني. لو بصينا على الخريطه كده، هل بالظبط كده؟ انا عاوزه الجزء ده بس، عشان هي طبعا الخريطه طويله، فانا محتاجه الجزء اللي هو بتاع عالي النهر. بص معايا كده، انا عندي دلوقتي اللي هي بحر الغزاله اهو، تمام، وادي بحر العرب، وهنا المفروض بحر الجبل، وهنا بحر الزراف. المجموعه دي اللي احنا بنسميها، ها برافو عليكم، اعالي النهر. هو بيقول لك بقى بحر العرب بينتمي الى المنابع ايه؟ يعني انا قلت المنطقه الاستوائيه دي كلها بتعتبر ما ايه؟ منابع دائمه. يبقى هو كان المقصود من السؤال عاوز يعرف هل هو من المنابع الدائمه ولا من المنابع الموسميه؟ لا، هو من المنابع الايه؟ الدائمه.
تمام كده حبايبي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ايه يا اولاد؟ يبدأ السهل الفيضي بالاتساع من شمال كوم أمبو ولا نجع حمادي ولا بني سويف ولا أسوان؟ احنا اتفقنا يا ولاد لو بصينا مع بعض برضو على الخريطة اللي قدامي هنلاحظ ايه؟ احنا قلنا ان تمام ايوه تمام كده حاضر. طيب بنبص كده مع بعض على الخريطة قدامي اهي، احنا اتفقنا ان انا عندي نهر النيل ايوه ماشي معايا كده من طبعا بداية مروره في مصر او بدأ يشق طريقه في مصر، واحنا اتفقنا من عصر الميوسين يعني في الزمن الثالث، وطبعا قلنا ان هو اتصل بالمنابع بتاعته في الزمن الرابع في عصر البلايستوسين. طيب انا عندي نهر النيل، اتفقنا ان هو بيتكون حواليه السهل الفيضي اللي هو نتج من عوامل التعرية المائية. طب انا عندي السهل الفيضي قلنا في الجهة الشرقية وفي الجهة الغربية، لكن احنا لاحظنا ان بيبدأ السهل الفيضي في الاتساع، يعني هو بيبقى ضيق في المنطقة الجنوبية ويبدأ في الاتساع من منطقة نجع حمادي لحد ما يوصل لأقصى اتساع له عند ايه؟ منطقة بني سويف. يبقى انا عندي بداية الاتساع او يبدأ في الاتساع من عند النقطة دي اللي هو غرب ايه؟ النيل اللي هو منطقة نجع حمادي. تمام كده يا ولاد، عشان كتير جدا كتبوا لي بني سويف وطبعا دي مش صح. طيب نشوف كده مع بعض السؤال اللي بعد كده بيقول لي اكتمل نهر النيل بشكله الحالي في الزمن ايه؟ يبقى نهر النيل، انا لسه مجاوبه السؤال حالا، قلت لكم ان نهر النيل بدأ طريقه او شق طريقه في البدايه خالص كان في عصر الميوسين قبل ما يتصل بالمنابع الدائمه والموسميه، لكن نتيجة حركات الايه التصدي وارتفاع المنابع الدائمة والموسمية بدأ ان هي بقى مجراها او اتجاه انحدارها ناحية نهر النيل في مصر، وبالتالي اتصلت المنابع الموسمية والدائمة بنهر النيل في مصر. يبقى امتى الكلام ده حصل؟ امتى حركات التصدي دي حصلت؟ امتى ارتفعت الارض؟ امتى تغير اتجاه او انحدار المنابع دي؟ في عصر البلايستوسين، وده موجود فين يا ولاد؟ قلنا موجود في الزمن الرابع. يبقى انا عندي لما يقول لي بدايه شق طريقه في مصر يبقى كان في الزمن الثالث في عصر الميوسين، اما لما اقول ان هو امتى اتصل بمنابعه الدائمه او اصبح بالوضع الحالي اللي هو موجود عليه دلوقتي، يعني شكل النيل او شكل نهر النيل بالوضع الحالي يعني ايه؟ يعني هو بيمتد من بحيرة فيكتوريا جنوبا حتى يصب في البحر المتوسط شمالا. امتى اكتمل الشكل النهائي ده؟ في عصر البلايستوسين يعني الزمن الرابع. يبقى لما يقول لي السؤال اكتمل نهر النيل بشكله الحالي يبقى هو عاوز ايه؟ الوضع النهائي اللي ايه؟ اللي استقر عليه نهر النيل، يبقى الزمن الرابع. طيب اما اقول يتجه معظم روافد النهر في الانحدار من الجنوب الى الشمال، احنا قلنا الطبيعي ان هو النهر كله بينحدر من الجنوب الى الشمال ومعظم الروافد بتاعته بتنحدر معاه من الجنوب الى الشمال تقريبا. طيب ما عدا حاجه واحده بس لو لاحظنا وركزنا كده هتشوفوا في الروافد اللي موجوده في نهر النيل، هي في رافد من الروافد اللي مديهالك في الاختيارات دي ما بيكونش انحداره من الجنوب الى الشمال. يا ترى هو ايه؟ دي محتاجة ان انت تبص كويس جدا على الخريطة وتحللها عشان تقدر تحدد مين فيهم اللي ما بيتجهش انحداره من الجنوب للشمال زي باقي الروافد. تعالوا نشوف هو قال لي اختيارات ايه؟ قال لي بحر العرب، وقال لي بحر الغزال، وقال لي كمان بحر الزراف وبحر الجبل، يعني مركز في منطقة اعالي النهر. تعالوا كده معايا على الخريطة حبايبي ونبص نشوف كده يا ولاد ايه الانهي واحد فيهم اللي هنشوف اتجاهه هيكون مختلف معايا. بصوا كده معايا انا بشاور على ايه بالظبط، شايفين هنا ده بحر الغزالة اهو، انا دلوقتي عندي بحر الزراف، بحر الجبل، بحر الغزال، وعندي بحر العرب. لاحظتوا ان بحر الايه؟ الغزال يتجه انحداره تقريبا الى من الجنوب للشمال، بحر الجبل نفس الكلام، بحر الزراف نفس الكلام، يبقى اللي ايه اختلف فيهم هو البحر ده او الرافد ده او النهر ده. انا عندي بحر العرب، برافو عليكم، بينحدر، شايفين انحداره ايه؟ من الغرب الى الايه؟ الشرق، ويتصل بمجموعه اعالي النهر
فهو البحر الوحيد او الرافد الوحيد اللي بيختلف فيه اتجاهه عن باقي روافد نهر النيل. يبقى الاختيار السليم هو بحر الايه؟ العرب. برافو عليكم. احنا اتفقنا مع بعض يا اولاد ان قلنا هنراجع مع بعض الاجزاء اللي فاتت كل ولادي وبناتي في الدروس السابقة، واحنا بدأنا السلسلة دي بقالنا كام حلقة، واشتغلنا على التمهيدي وقلنا موقع مصر وقلنا التكوينات الجيولوجية. النهاردة هنتكلم يا ولاد عن عوامل تشكيل سطح مصر. يعني ايه؟ يعني ايه العوامل اللي ساعدت على وجود الظواهر اللي احنا عارفينها واللي هي موجودة على سطح مصر؟ يعني برضو ايه العوامل اللي ساعدت على تشكيل مثلا الجبال؟ ايه العوامل اللي ساعدت على تشكيل الهضاب، السهول، وجود الانهار؟ كل العوامل دي هنعرف ايه هي وايه هي تأثيرها على سطح مصر. يبقى انا دلوقتي قبل ما طبعا هندخل في الدرس بتاع التضاريس، هو لازم يديلك مقدمة ازاي تعرف التضاريس دي كلها اتكونت من ايه. ايه اللي هيعرفني اتكونت من ايه؟ من خلال العوامل دي. يبقى اسمها عوامل تشكيل سطح مصر، يعني اسباب وجود هذه الظواهر، اسباب تكوين هذه الظواهر. للي مش واخد باله او مش مستوعب يعني ايه كلمة عوامل تشكيل سطح مصر، يعني ايه اسباب ظهور هذه الايه الظواهر التضاريسية المختلفة. تعالوا كده معايا هنشوف ايه هي العوامل اللي بتساعد على تشكيل سطح مصر. واحنا اتفقنا يا اولاد ان هم عاملين مهمين جدا جدا. احنا قلنا عوامل تشكيل سطح مصر بتنقسم الى عوامل باطنية وعوامل خارجية. جميل. يبقى أنا عوامل تشكيل سطح مصر بتنقسم معايا إلى عوامل باطنية وعوامل خارجية. معنى كلمة باطنية يعني إيه؟ يعني بتصدر هذه العوامل من باطن الأرض. تعالوا فاكرين المثل اللي أنا اديتهولكم كده لما قلنا أنا دلوقتي حاسس أو إن أنا عندي مغص مثلا في بطني لا قدر الله يعني. انت دلوقتي عامل ايه؟ شايف الالم اللي انت حاسس بيه ده؟ لا، انت حاسس بيه بس، يبقى انت بتحس باثر التعب دوت او الالم ده، لكن ما بتشوفش الالم ده بعينك. ليه؟ لان هو جاي من داخل الجسم. يبقى معنى كده ان انا دلوقتي عندي عوامل باطنيه، انا مش بشوف العوامل دي بس بشوف الاثار المترتبه عليها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي دلوقتي العوامل دي بتحدث في داخل الايه؟ الارض، يعني في باطن الارض. فاكرين ايه؟ زي نفس فكره ايه؟ البطن ايه؟ بتاع جسم الانسان. اي حاجه بتحدث جوه جسم الانسان انا مش بشوفها لكن بحس باثرها. يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا نعمه الالم، لو ما كانش في الم انا ما كنتش هعرف ان في مشكله عندي في جسمي. فنفس الحكايه انا عندي في باطن الارض بتحدث مجموعه من العوامل اللي بيكون ينتج عنها الظواهر التضاريسيه اللي احنا بنشوفها موجوده قدامنا على سطح الايه؟ الارض. يبقى احنا شفنا الظواهر دي وشفنا تاثير العوامل دي لكن ما شفناش العوامل دي نفسها جوه باطن الارض. يبقى عشان كده بنقول هي عوامل ايه؟ باطنيه. طب يا ترى بتنقسم العوامل الباطنيه دي حبايبي لايه؟ عندي ها برافو عليكم، عندي ثلاث حاجات، لا اما تصدع وانكسار، لا اما عندي التواءات، وعندي كمان البراكين او بنسميها طفوح بركانية. طيب انا قلت كام عامل دلوقتي بالنسبة للعوامل الباطنية يا ولاد؟ شايفين معايا كده؟ قلنا عندي التصدع والانكسار او بنسميها حركات الصدعية، وعندي كمان الالتواءات والبراكين او التفوح البركانية. تعالوا نمسك كل واحدة فيهم كده واحدة واحدة عشان نقدر نعرف ايه هي الايه كل عامل فيهم بيعمل ايه وازاي بيشكل سطح مصر. اول حاجة يا ولاد كلمة التصدع دي يعني بيحدث ايه؟ بيحدث انكسار في القشرة الارضية.
يعني ايه؟ يعني نعتبر مثلا انا معايا القشره الارضيه كده دلوقتي اهي سطح الايه الارض، بيحصل ايه؟ بيحدث ان بيحصل انكسار نتيجه الضغط الشديد على الصخور، بيحصل انكسار في القشره الارضيه، فالانكسار ده بيترتب عليه مناطق انخفضت زي ما الورقه اللي وقعت قدامك دلوقتي كده، ومناطق ارتفعت. طيب المناطق اللي انخفضت دي ها والمناطق اللي ارتفعت بقى عندي منخفضات ومرتفعات. زي ايه يا مثال كده للظواهر اللي نتجت عندي في مصر من خلال عوامل التصدع؟ زي جبال البحر الاحمر، احنا لو نفتكر نشوف مع بعض كده على الخريطة اللي قدامي هتلاحظ ايه؟ انا عندي هنا البحر الاحمر ها بيجري في شرق مصر، هتلاحظ جنبه هنا في مناطق مرتفعة جدا اسمها جبال البحر الاحمر، يبقى سلاسل جبال البحر الاحمر جنب مين؟ جنب البحر. ونفس الشيء هتلاقيه في دولة السعودية، هتلاقي برضو جبال هنا، طبعا هي نفس جبال البحر الاحمر بس ليها اسماء اخرى، الحجاز وعسير واليمن. يبقى انا معنى كلامي ان انا دلوقتي عندي المنطقة اللي في النص دي اللي هي متمثلة في البحر الاحمر، هي دي المنطقة اللي انخفضت، والجبال اللي موجودة على الجانبين هي دي المناطق اللي ارتفعت. أصبح نتيجة حركات التصدع بقى في عندي ظواهر طبيعية موجودة على سطح الأرض بسبب هذه الإيه؟ الحركات. إيه هي الظواهر دي؟ عندي الجبال اللي هي جبال البحر الأحمر، يبقى لما أقول لك أسباب تكوين جبال البحر الأحمر أو سبب نشأة جبال البحر الأحمر بترجع للحركات الصدعية أو التصدع والانكسار. أما بالنسبة للبحر الأحمر، هو الأرض المنخفضة دي اللي كانت بين المنطقتين المرتفعتين، ومع الوقت أصبح طبعا امتلأ بالمياه الغزيرة، بقى عندي تكون ما يعرف بالبحر الإيه؟ الأحمر. يبقى أنا عندي البحر الأحمر أو جبال البحر الأحمر أو منطقة جنوب سيناء اللي هي المنطقة الجبلية المثلث الجبلي أو جبل العوينات، كل ده يا ولاد بيعتبر من الايه الظواهر الطبيعية التي نتجت عن حركات التصدع. طيب يبقى انا عندي منطقة جبال البحر الاحمر، منطقة جنوب سيناء البحر الاحمر هي دي اللي نتج عن حركات التصدع عندي في مصر. يبقى عرفنا ايه هي العوامل الباطنية، عرفنا انواعها واول نوع فيها اللي هو التصدع والانكسار، وقلنا الظواهر اللي نتجت عنها، وقلنا يعني ايه هو التصدع عشان تكونوا كلكم فاهمين يعني ايه حركات الصدع او حركات الايه الانكسار. بعد كده قلنا النوع التاني اللي هي الالتواءات. طيب جميل قوي، الالتواءات دي عبارة عن ايه يا ولاد؟ انا بعمل ايه؟ تعالى نمسك مع بعض الخريطة اللي قدامي دي كده واعمل عليها عملية ضغط من الجانبين، هضغط عليها بالشكل ده يا ولاد. انا ضغطت كده، شايفين ملاحظين ايه يا ولاد معايا كده نتيجة الضغط من الايه الشرق والغرب كده؟ ها انا بضغط على الصخور اللي قدامي الرسوبية دي، نتج عنها ان حصل التواء ما انكسرتش خلاص، يبقى ده بيختلف على حسب طبيعة الصخور وشدة الايه حركات الضغط دي. يبقى انا الضغط ده نتج عنه ها برافو عليكم التواء، المنطقه دي بقت مرتفعه مش ملاحظين، والمناطق اللي انا حاطه ايدي عليها دي بقت منخفضه، يبقى حصل نتيجه حركات الالتواء هي ايه؟ منخفضات وكثبان رمليه، او اللي احنا بيؤدي ذلك الى وجود كباب، سوري يا اولاد، بيؤدي ذلك الى حدوث كباب ومناطق منخفضه بجوار هذه الايه الكباب. طب وايه معنى ما انا قلت بقى ارتفع معايا كده يبقى ما معايا ايه؟ اه كباب. طب الكباب دي حدثت بعد كده بقى هتدخل معايا عوامل التعرير اللي احنا هنقول عليها بعد كده، هتقدر ان هي ممكن كمان تشكل سطح الايه الكباب دي وتغير من شكلها، وممكن انها تعمل عمليات النحت وتحولها بدل ما هي كباب الى منخفضات. يبقى انا معنى كده ان عوامل تشكيل سطح الارض هي اللي بتساعد على وجود الظواهر الطبيعيه اللي احنا كلنا بنشوفها موجوده على سطح الارض. طيب تالت نوع قلناه اللي هو الايه البراكين، اللي هي بنسميها الطفوح البركانيه. يعني ايه الكلام ده؟ وعلى فكره يا ولاد الطفوح البركانيه دي بتبقى مصاحبه في اوقات كتيره جدا لحركات الصدى، نتيجه حركات الصدى والاهتزاز والانكسار اللي بيحدث في القشره الارضيه، ده بيساعد على خروج الصخور المنصهره اللي موجوده في باطن الارض. انتوا عارفين ايه اللي بيخلي الصخور يا ولاد تبقى منصهره وموجوده في باطن الارض ليه؟ لان الحراره بتاعت باطن الارض شديده جدا فوق ما انت تتخيل.
تصل الى الاف الايه درجات الحراره. معنى كده ان انا عندي درجات حراره مرتفعه جدا، ده بيساعد على صهر الصخور اللي موجوده في باطن الارض، يعني اكن في غليان بايه موجود في باطن الارض. زي كده بالظبط كده، انت لما بتكون متضايق كده من واحد صاحبك عمال يعمل معاك مشاكل كتير وعمال تخزن تخزن، وفي مره واحده بتطلع كل ده على ابسط موقف ممكن يعمله معاك، صح؟ بيحصل ايه؟ انفجار، بالظبط كده زي ما بيحصل في الايه البراكين. صخور عماله ترتعب او ان هي بتنصهر في باطن الارض ودرجه حرارتها مرتفعه، فبتدور على اضعف مكان في القشره الارضيه وتخرج ايه منه. يبقى في الحاله دي البركان هو عباره عن ايه؟ هي الصخور الموجوده في باطن الارض وبتدي تخرج معايا، بنسميها طفوح بركانيه، فطبعا بتخرج بكل التكوينات اللي موجوده في باطن الارض. وعلى فكرة في المناطق اللي بيكون موجود فيها الأرض البركانية دي، طبعا مع مرور الزمن وطبعا الأرض دي تكون بردت تماما، الأرض دي بيبقى مكونة من مواد وعناصر معدنية خصبة جدا بتساعد على خصوبة التربة، طبعا غنية بكل العناصر، بتبقى بالظبط بالظبط كده زي الايه الطفل لما نغذيه ونديله فيتامينات كويسة جدا فبيطلع صحته حلوة. نفس الحكاية دي، تربة انا غذيتها بكل الاملاح المعدنية، فبتلاقي التربة البركانية هي اخصب انواع التربة على سطح الايه الارض. حلو قوي، يبقى انا عرفت دلوقتي 3 عوامل باطنية بتساعد على تشكيل سطح الارض. اول حاجة التصدع والانكسار، وقلنا الالتواءات، وقلنا ادينا مثال ليه التصدع زي جبال البحر الاحمر والبحر الاحمر وجبال سيناء، كمان ادينا مثال للالتواءات زي القباب زي قبو البحريه ومجموعه من الالتواءات كثيره موجوده في الصحراء الغربيه، وعندي كمان مجموعه قباب موجوده في معروفه جدا في شبه جزيره سيناء زي الجدي والحلال والمغاره، وعندي طيب نشوف مع بعض آخر حاجة الطفوح البركانية. قلنا إن هي نتجت عن من خلال أو النتائج المترتبة عليها وهي جبل قطراني في الفيوم. يبقى احنا كده يا ولاد قلنا العوامل الباطنية، نشوف مع بعض الاتصال اللي معايا. أيوه هنا، عمرو، اتفضل يا عمرو. أيوه مين؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. عندي سؤال. اتفضل يا عمرو. يقول لي الرؤوس الأرضية، أيوة الرؤوس الأرضية والخلجان المنتشرة على سواحل مصر الشمالية تنتمي إلى الزمن الجيولوجي. الرؤوس الأرضية على سواحل مصر الشمالية، الخلجان المنتشرة على سواحل مصر الشمالية تنتمي إلى الزمن الجيولوجي، تنتمي إلى الزمن الجيولوجي الأركي ولا التاني ولا التالت ولا الرابع؟ الرابع حبيبي. ليه بقى؟ احنا قلنا بس كده معايا يا عمرو من الاسكندريه. بص حبيبي، احنا بيقولك الرؤوس الارضيه والخلجان اللي هي موجوده على سواحل مصر الشماليه بتنتمي الى الزمن الجيولوجي ايه؟ هي انت طبعا قلت الزمن الاركي والاول والتاني والايه والرابع، صح كده؟ طيب هو الرابع حبيبي ليه؟ لان احنا قلنا كل السواحل وعوامل التعريه اللي نتج عنها سهول فيضيه، نتج عنها سواحل، نتج عنها تكوين طبعا رؤوس ارضيه سواء على ساحل البحر المتوسط او ساحل البحر الاحمر، كل دي عوامل نتجت في الزمن الرابع. شكرا شكرا يا عمرو، شكرا يا حبيبي على الاتصال. طيب احنا قلنا يا اولاد دلوقتي العوامل الباطنيه اللي ساعدت في تكوين سطح مصر. تعالوا بقى نشوف كده مع بعض السؤال اللي قدامي ده بيقول لي ايه؟ تكوينات الظاهرة المشار اليها على الخريطة تتكون من صخور ايه؟ يا ترى الظاهرة اللي قدامي دي شايفين هو مشاور لك على شايفين اللي هي برافو عليكم دي هضبة ايه؟ ها برافو مرماريكا. يبقى عندي هضبة مرماريكا موجودة معايا اهي في الجزء الشمالي الغربي من الصحراء الغربية. يبقى أنا عندي بيقول لك تكوينات الظاهرة دي بترجع إلى إيه؟ ها شوف الاختيارات اللي معايا بتقول لي إيه؟ حجر رملي نوبي ولا جيرية ولا طباشيرية ولا بازلتية؟
فاكرين يا ولاد انا قلت لكم ايه؟ فاكرين لما حفظتكم ازاي تعرف ايه الهضاب اللي تبع الزمن التاني وايه الهضاب اللي موجوده في الزمن التالت؟ وقلنا كل الهضاب زمن تاني ما عدا مرماريكا والمعازه والايه؟ برافو عليكم، والوسطى زمن تالت. يبقى انا عندي مرماريكا من الايه؟ الزمن التالت. وطالما مرماريكا من الزمن التالت على طول افتكر تكوينات كانت الزمن التالت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن احجار جيريه. يبقى دي بيرجع ايه؟ التكوينات بتاعت ظاهره هضبه مرماريكا الى الايه؟ الصخور الجيريه. واحنا عارفين ان هضبه مرماريكا يا اولاد من الحاجات اللي مختلفه او من الهضاب اللي بتختلف عن باقي هضاب الصحراء الغربيه في انها سطحها صخري. مين معايا؟ معلش اسمها ايه؟ معايا اتصال. الو، ايوه اسمك ايه يا قمر؟ اسمي سنان. لا مش سامعاكي خالص. اسمي سنان. سنان اسنان أسنان ولا بالف؟ بالفه. بالف أفنان. طيب يا حبيبتي اتفضلي. معلش، هو انا لسه جديدة في الجغرافيا. أمريني يا قمر، كان عندي استفسار كده. قولي يا حبيبتي اتفضلي. انا لسه جديدة في الجغرافيا ومش عارفة حاجة فيها، فممكن يعني عن النظام الجديد. انا اعتقد انا ومعظم اصدقائي نفس الامر. انت محافظة ايه يا قلبي؟ محافظة اسيوط. اسيوط. اهلا بيكي يا حبيبتي. ايه اللي محتاجاه بالظبط وانا اعمله لك؟ يعني حلقة كده عن النظام الجديد واسئلة كده يعني. حاضر، عينيا ان شاء الله. الحلقة الجاية بإذن الله خلص بس مراجعة الدرس ده النهاردة ان شاء الله، والحلقة الجاية اوعدك اجيب معايا كتاب واشرح لك الكتاب ده ممكن تستخدميه في ايه. ولو حابة احنا عملنا حلقة خاصة بالموضوع التاب دوت في بداية الحلقات السنة دي، لو رجعتي معايا كده على الحلقات بتاعتي اول الحلقات هتلاقي فيها حلقة خاصة بالتابلت وازاي انك تستخدميه وازاي تستخدمي الايقونات اللي موجودة فيه. ولا انت سؤالك على حاجة تانية؟ طيب حبيبتي الاتصال ده اوكي. شكرا يا افنان، وان شاء الله لو ليكي طلب تاني قولي لي وانا هنفذه لك ان شاء الله. نشوف مع بعض كده، احنا قلنا عوامل تشكيل سطح الارض، اتفقنا مع بعض ان العوامل الباطنية اللي احنا قلناها التصدع والانكسار والالتواءات والطفوح البركانية. لو نشوف كده مع بعض الجزء اللي احنا عاوزين نشرحه بالصور عشان كل حبايبي يبقوا عارفين معاه. طيب يبقى احنا معانا دلوقتي الصدوع في مصر. خد بالك بقى، انا قلت لك ايه؟ انا محدده معاك ووضحت لك ان انا عندي حركات الصدعيه بتحدث في مصر وطبعا في اي منطقه في العالم طبعا، بس احنا بنتكلم على جغرافيه مصر فاحنا بنركز على جغرافيه مصر. انت شايف معايا الصوره اللي قدامك دي بتوضح لك الشرح اللي انا قلته لك من شويه عن الايه؟ الصدوع. وشفنا مع بعض ازاي اهو الارض انخفضت هنا في الوسط نتيجه حركه الايه؟ الانكسار اللي حدثت، فبقى عندي مناطق مرتفعه هنا ومناطق منخفضه. وقلنا ان الصدوع دي بتحدث في عصر الليوجوسين، وعصر الليوجوسين ده يتبع الزمن الثالث. فبمنتهى البساطه ممكن يقول لك ايه هي الازمنه اللي او يتبع ليها جبال البحر الايه؟ الاحمر، او البحر الاحمر، تبقى عارف ان هو نتج او ظهر في عصر الايه؟ الاوليوجوسين اللي هو الزمن الثالث. طيب واتفقنا طبعا ان منطقه الجبال هي جبال البحر الاحمر، وعندي المثلث الجبلي اللي موجود في سيناء، ومجموعه الصدوع اللي ظهرت طبعا في منطقه هضبه المعازه والعبابده بالصحراء الشرقيه وفي الاجزاء الجنوبيه والوسطى من الصحراء الغربيه ومنخفض الخارجه. كل دي من العوامل اللي ساعدت على او من الظواهر اللي نتجت عن الايه؟ الصدوع. عاوزين نشوف مع بعض بقى شكل الصدع الافريقي عشان تبقى عارف ان الصدع ده مش بس هو ممتد عندي في جمهوريه مصر العربيه بس، لا ده انا عندي متصل كمان بالصدع الافريقي اللي موجود معايا في منطقه ايه؟ برافو عليك، ومنطقه اللي هي هضبه الحبشه او اللي مسميها هضبه السوبيا، منطقه ايه؟ شرق افريقيا.
المنطقة دي كلها بما فيها جبال الشام، عندي منطقة البحر الأحمر، جبال البحر الأحمر نازل معايا، هي منطقة الهضبة هنا، كل دي نتجت نتيجة حركات الايه الصدعية. وعندنا حاجة ما يعرف بالايه اسمه الصدع الإفريقي العظيم، ده من أكبر الصدوع اللي موجودة على مستوى سطح الكرة الأرضية، وده من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تكون ايه عارفة. طيب نشوف سؤال بقى على اللي احنا قلناه دلوقتي، بيقولك تعرضت مصر للعديد من الصدوع الهامة التي كانت لها تأثير كبير على نشأة الجبال في الزمن ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي مصر تعرضت لصدوع كتيرة جدا كان لها تأثير على نشأة الجبال، ده كان في الزمن ايه؟ لو ركزت في الشرح اللي احنا قلناه هتجيبها بسرعة. انا قلنا برافو عليكم، جبال البحر الأحمر نتجت او نشأت نتيجة الايه؟ الصدوع اللي هي كان في عصر الايه الاولوجوسين، وانا قلت الاولوجوسين ده في الزمن ايه، برافو عليكم، في الزمن الاولوجوسين الزمن الثالث، يبقى انا عندي دلوقتي الصدوع دي نتجت في الزمن الثالث، او الظواهر اللي نتجت عنها كانت في الزمن الثالث. اما يقول لي بقى التدخلات البركانية، عاوزاك طبعا احنا قلنا اتفقنا مع بعض ان التفوح البركانية بيظهر ازاي، وازاي بيبقى عندي تفوح بركانية، وازاي بيخرج الصخور البركانية من باطن الارض، فاحنا هنشوف مع بعض كده تطبيق بالصور على الايه التداخلات البركانية ديت اللي انتوا شايفينه قدامكم دلوقتي يا ولاد. ده جبل قطراني اللي موجود في الفيوم بأوضاع مختلفة، بنشوف مع بعض ازاي ان الجبل ده نتج ايه نتيجة التفوح البركانية. وطبعا زي ما اتفقنا ان في مصاحبة للصدوع، يعني حركات الصدع ترتب عليها وجود الايه البركان، وبالتالي تكون ما يعرف بجبل قطراني. وطبعا انت بتخرج كل اللي موجود في باطن الارض، فخرجت معايا الطفوح البازلتية اللي موجودة في باطن الارض، فكونت لي ما يعرف بجبل قطراني. فانا ليه اطلقت عليه او اطلق عليه الاسم ده؟ نتيجة ان الطفوح البازلتية بتاخد الشكل اللون الغامق يشبه القطران الى حد كبير، فاصبح تسميته اقرب ليه اللون بتاعه، يبقى نتيجة وجود الطفوح البازلتية التي تغطي جبل قطراني، ودي بتختلف سمكها من مكان لاخر، يعني بيتقارب السمك بتاعها تقريبا حوالي 35 متر. ومعنى كده ان انا عندي المثال اللي بيمثل الطفوح البركانية في مصر هو الايه جبل قطراني في شمال الفيوم. كده احنا قلنا العوامل الباطنية وقلنا أمثلة عليها، هنشوف مع بعض أشكال البراكين. طيب قبل ما نشوف أشكال البراكين هنشوف مع بعض التليفون معايا اتصال. لارا، ايوه لارا اتفضلي حبيبتي. كنت عاوز أسأل حضرتك، هم على أي أساس العلماء حددوا الأزمنة واكتشفوا الأزمنة إزاي؟ يعني مثلا في الزمن الأركي هم إزاي حددوا إن فترة الزمن ده من كذا لكذا، واكتشفوا الزمن ده إزاي؟ حاضر، عينيا يا لارا، بصي كده معايا ركزي. بصي يا قلبي، احنا بالنسبة لنا احنا عندنا زي ما اتفقنا مع بعض في حاجة اسمها 5 أزمنة موجودة عندي في مصر. أقدم الأزمنة كلها اللي هو الزمن الأركي، تمام. وترتب بعد كده عليه الزمن الأول الثاني الثالث الرابع. طيب الزمن الأزمنة دي اتكونت ازاي؟ زي ما قلت لكم قبل كده ان كان عندنا في شمال مصر، معايا يا لارا؟ أو مع حضرتك. طيب كان عندنا في شمال مصر موجود طبعا البحر المتوسط قديما كان اسمه بحر تيسس. البحر ده كان بيعمل ايه يا لارا؟ كان نتيجة ارتفاع منسوب المية بيبتدي يغمر سطح مصر بالايه بالكامل، وبالتالي بيقعد فترات طويلة بغطي سطح مصر، ويصبح سطح مصر مجرد ايه قاع للبحر ده. لما يبتدي يرتفع سطح مصر مرة أخرى يبدأ ايه يتراجع تاني مياه ايه البحر الى الوراء، يبقى بتنحصر مرة اخرى المياه، ويظهر معايا سطح مصر مع ترسيب كل الارسابات اللي تم ترسيبها من خلال ايه الايه الارسابات اللي نتجت من وجود الايه البحر. ومع الوقت حدثت الحكاية دي اكتر من مرة، يغمر البحر سطح مصر ويرجع ينحسر مرة اخرى، وفي كل مرة بيترك ايه تكوينات وصخور رسوبية مختلفة. طيب انا العلماء بقى هيبتدوا يعني في حاجه اسمها، انت نسيتي لما قلنا ان احنا عندنا حاجه اسمها علم
الجيولوجيا اللي هو بيدرس طبقات وتكوينات سطح الايه الارض. الأرض صحيح. برافو عليك. وبيحدد نشأتها وبيحدد تكوينات الصخور دي ايه وعوامل وجود هذه الايه الطبقات مع بعضها البعض. وده هتاخديه ان شاء الله بالتفصيل كمان عندك في علم الجيولوجيا او في مادة الجيولوجيا اللي موجودة عندك السنة دي ان شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لنا بقى الطبقات دي، انت لو عملتي قطاع كده في سطح الارض بتبتدي تشوفي الطبقات المختلفة اللي موجودة في سطح الارض. ولو عملتي مثلا، لو خدنا مثال بير مثلا من الابار، حفرنا بير لمسافة مثلا عدة امتار، بتلاحظي ان بيظهر معاكي في خلال القطاع دوت تكوينات الايه الازمنة الاربعة او الخمسة اللي مرت على مصر، وبتلاقي اقدم واحد فيها او موجود في القاع او بنسميه القاعدة بتاعتنا هو الزمن الاركي. فبكده بدأ العلماء ان هم يحددوا الطبقات اللي موجوده عندي في سطح الارض، وبالتالي بيقدر يعرف ايه التكوينات اللي هي بيتكون منها سطح الايه الارض. طيب بص بقى معايا. شكرا يا لارا، انت معايا تمام. لسه؟ شكرا يا حبيبتي، شكرا على اتصالك، مع السلامه. يبقى انا عندي دلوقتي اشكال البراكين اللي انا قلت عليها من شويه. شايفين يا اولاد ده منظر البركان اهو على الطبيعه، عشان تبقى متخيل هنا بيبقى فيه الفتحه اللي انا بقولك عليها، بيدور او بتدور الصخور المنصهره على اضعف مكان في القشره الارضيه عشان تخرج ايه منه هذه الايه الطفوح او الصخور الايه المنصهره في باطن الارض. نفس الكلام، شايفين المنظر عامل ازاي؟ كمية الدخان اللي بيبقى خارج وشدة الحرارة بتاعة المواد المنصهرة بتصل ان ممكن ان ما يبقى يعني اي كائن او اي شيء يواجه هذه الطفوح البركانية بيبقى ملوش اثر خالص، لان بتعمل على اذابة اي شيء في طريقها بشكل رهيب جدا، بيبقى ملوش اي اثر موجود بعد كده على سطح الايه الارض. فطبعا خطوره جدا في اثناء ظهور طبعا البراكين او الطفوح البركانيه دي، بيبقى فيها خطر كبير جدا على المناطق المحيطه بمنطقه البركان. وعشان كده دايما بنحاول ان احنا نعمل تخطيطنا العمراني يكون لو انا عارف في اماكن وجود براكين ببتعد عن الاماكن البراكين اللي هي بعارف انها براكين نشطه، يبقى دايما كده يبقى اماكن العمران او اماكن السكنيه تكون بعيده تماما عن هذه الايه المناطق، عشان ما يكونش فيه خطوره على الايه المناطق الايه السكنيه اللي موجوده في هذه المنطقه. طيب احنا كده احنا عايزين نقول مع بعض كده الاسئله اللي هي على الجزء اللي احنا شرحناه. يبلغ سمك الطفوح البركانيه في جبل قطراني 35 متر، وهي عباره عن غطاءات ايه؟ لو ركزت معايا انا قلت الاختيارات، ها من شرحي دلوقتي هتقدر تحدد الاختيار الصح. احنا قلنا الطفوح اللي خرجت من برافو عليكم في منطقه جبل قطراني هي طفوح بازلتيه، وعشان كده احنا اطلقنا عليه الايه جبل قطراني. عندنا بقى الالتواءات، عايزين نشوف شكلها عشان يبقى كل ولادي وحبايبي شافوا. شرحنا نظري وعملي. معايا تليفون؟ طيب نشوف الالتواءات ثانية واحدة. معايا مين؟ حبيبة. أهلا يا حبيبة، اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك، هو التصدع حصل في عصر الأولوجيسين؟ أيوة الأولوجيسين. أيوة. طيب هو أدى لتكوين جبال البحر الأحمر وجبال جنوب سيناء. ايوه تمام. احنا خدنا ورا ان الجبال دي اتكونت، صخورها من اتكونت في الزمن الاركي. برافو عليك. طب تمام. ازاي كده الزمن الثالث الزمن الاركي؟ انا على فكره جاوبت السؤال ده اكتر من مره في الحلقات السابقه، وجاوبت لكم برضو على الاسئله اللي انتوا بعتوها لي على اليوتيوب، بس هقوله لك تاني حبيبه عشان خاطر عيونك يا قلبي. بص حبيبتي، شكرا جدا. العفو يا قلبي. بص حبايبي، احنا اتفقنا مع بعض ان انا دلوقتي بعمل ايه، بيعمل حركات تصدع. يعني ايه؟ بيحصل انكسار وبمناطق بتنخفض ومناطق بترتفع. المناطق اللي ارتفعت دي يا اولاد اللي هي جبال البحر الاحمر. اما ارتفعت حبايبي بدات تظهر التكوينات الارقيه اللي كانت موجوده فين؟ في القاع. فاصبحت هذه الجبال تتكون من تكوينات الزمن الاركي، بالرغم ان هي نشات اصلا في الزمن الثالث. فهمت ازاي جت الحكايه دي؟ ان انا عندي دلوقتي الزمن الاركي هو القاعده بتاعتي الاساسيه، يعني بالظبط كده زي ايه ما بقول هو مستخبي كده تحت الايه الارض.
تمام. فانا في الحاله دي انا عندي الجبال ديت لما حصلت حركه التصدف بقى مناطق انخفضت ومناطق ارتفعت، اما المناطق ارتفعت انكشفت طبقات سطح الارض وبقى عندي ظهرت معايا على السطح تكوينات الزمن الاركي، اصبحت هذه الجبال تتكون تكوينتها من الايه الصخور الاركيه. يبقى هي ما مش معنى كده ان هي ازاي موجوده في الزمن الاركي وفي نفس الوقت موجوده في الزمن الثالث، لا، هي الجبال لما نشأت او ارتفعت ظهرت لي معاها تكوينات الاركيه، فاصبحت هذه الجبال تتكون من الصخور الاركيه. تمام يا حبيبه؟ طيب نشوف الالتواءات. طيب كده احنا اتفقنا مع بعض، دي اخر واحده في الظواهر او العوامل الباطنيه، وقلنا ان نتج عنها قباب، والقباب ديت مع الوقت بيحصل عمليات التعريه ادت لانها ممكن تتحول الى طبعا منخفضات زي منخفض البحريه. عندي السؤال بيقول لي تكونت جبال الجدي والحلال بسبب عوامل باطنيه وهي ايه؟ اتفقنا مع بعض هي الالتواءات، شطار، لان احنا قلنا دلوقتي الجدي والحلال والمغاره اللي موجودين في سيناء من نماذج الايه الحركات الالتوائيه او القباب اللي نتجت عن الحركات الالتوائيه. طيب نشوف كده مع بعض بقى العوامل الخارجيه اللي احنا اتفقنا عليها. هل يا ترى معايا كده حبايبي؟ قلنا مع بعض ان انا عندي عوامل طبيعيه وعوامل خارجية. العوامل الخارجية دي هي عبارة عن عوامل تعرية. كلمة خارجية يعني موجودة خارج الايه؟ خارج سطح الارض، يعني موجودة على السطح وكلنا بنشوف ايه العوامل دي قدامنا. العوامل التعرية او هي عبارة عن تعرية، سواء بقى التعرية دي مائية او تعرية هوائية. يبقى انا عندي العوامل الخارجية بتنقسم الى نوعين، اما تعرية مائية او تعرية هوائية. والمائية بتنقسم إلى تعرية نهرية أو تعرية بحرية أو تعرية جوفية. طب تعالوا نقول مع بعض كده حبايبي إيه هي التعرية أصلا، يعني إيه عملية التعرية أو إيه المقصود بكلمة تعرية. احنا اتفقنا مع بعض أن أنا عندي التعرية مائية وتعرية هوائية. حلو، التعرية المائية دي والتعرية المائية الاتنين بنسميهم عوامل التعرية او بنسميهم عوامل خارجية. طيب كلمة تعرية بقى يعني ايه؟ يعني ايه يا مس تعرية؟ احنا مش فاهمين. هي عبارة عن عمليات نحت ونقل وارساب. يعني ايه يا ولاد؟ يعني انا بعمل عملية نحت، يعني المية او الهواء بيقوم بعمليات النحت، يعني بياخد جزء من ايه من سطح الارض ويبتدي يشيل الجزء ده بنسميه نقل، ويبتدي يرسبه في مكان تاني فبنسميه ارساب. يبقى معنى كده عمليات النحت هينتج عنها مناطق بتنخفض، مش انا باخد من المكان ده يبقى اكيد المكان ده هينخفض. يبقى الطبيعي لما يقول لك ايه اللي بيترتب على عوامل النحت يبقى ايه؟ المنخفضات طبعا، خاصة اللي هي التعرية الهوائية. ويجي يرسب في مكان تاني هيكون لي ما يعرف بايه؟ بالكثبان الرملي. يبقى معنى كده ان عمليات التعرية عموما هي قصتها ايه؟ هي نحت ونقل وارساب. نحت ونقل وايه؟ ارساب. بنحت من مكان وانقل واحط ايه في مكان تاني، سواء بقى اللي بيقوم بعمليات النحت ده مية او هواء. طيب لو هو مية هيبقى عندي لا اما تعرية نهرية، لا اما تعرية بحرية، لا اما تعرية معايا جوفية. طيب كلمة تعرية نهرية يعني زي نهر النيل. لو احنا فاكرين مع بعض احنا قلنا نهر النيل تكون عندي ايه؟ حوالين نهر النيل رواسب فيضية. الرواسب الفيضية تتكونت من خلال ايه؟ من خلال عمليات الارساب اللي عمالة تقوم بها عمليات ايه؟ التعرية النهرية. يبقى انا عندي التعرية النهرية نتج عنها وادي النيل والرواسب الفيضية اللي موجودة عندي في الايه؟ حوالين نهر النيل. عندي كمان يا ولاد التعرية البحرية. التعرية البحرية دي هتتم فين؟ هتتم في منطقة الايه؟ السواحل، سواحل البحار اللي موجودة عندي دي، صح كده؟ يبقى انا عندي البحار اللي موجودة دي هي تعمل ايه؟ مية البحر هتعمل عمليات تعرية، فدي بينتج عنها بقى اشكال الرؤوس الارضية، الشروم، الخلجان، كل الاشكال البحرية اللي موجودة على السواحل دي نتجت نتيجة عمليات التعرية البحرية. عندي كمان تعرية المياه بقى الجوفية. المياه الجوفية دي ازاي يا ولاد؟ يعني انا عندي مياه
الامطار الغزيره بيحصل ايه؟ بيحصل ان الامطار او المياه الغزيره الموجوده على سطح الارض بنلاقيها بتتصرف في باطن الارض. تسريب الميه في باطن الارض ده يا اولاد بيعمل عمليه ايه؟ نحت للصخور اللي موجوده في سطح الارض ده او في القشره الارضيه، فيبتدي يعمل لي شقوق وفواصل ويكون لي ما يعرف بيه الايه؟ الكهوف. يبقى الكهوف دي نتجت يا اولاد نتيجه عمليه تعريه ما ايه؟ مياه جوفيه، ونتيجه ايه؟ وجود العصور المطيره اللي فيها مياه كثيره. يبقى معنى كده ان في ارتباط بين العصور المطيره ونشاه الكهوف في سطح الارض. لان العصور المطيره ساعدت على عمليات النحت الايه؟ المياه الجوفيه، وبالتالي كونت لي ما يعرف بالشقوق والفواصل اللي كون لي ما ايه؟ الكهوف. طيب عندي كمان يا اولاد التعريه الهوائيه. يبقى انا قلت المائيه ثلاث انواع، نهري وبحري ومياه جوفية. عندي التعرية الهوائية عن طريق الهواء. أكتر واحدة بقى مسؤولة عن عملية التعرية الهوائية حبايبي هي الرياح الشمالية الغربية. ليه؟ لأن هي أكتر رياح كان لها تأثير كبير جدا في عمليات التعرية اللي حدثت في مصر، التعرية الهوائية. طب بصوا معايا لو فاكرين، قلت ايه؟ المياه الجوفية كانت في العصور المطيرة كان سبب نشأتها، نتج عنها الكهوف. انا عندي بعد كده لما حصلت فترات الجفاف حصل ايه؟ برافو عليكم، جفاف يعني مفيش امطار، بدأت تنشط بقى الرياح. مش بتلاحظوا كده اما يكون في امطار مفيش رياح، لكن اما الجو مفيش امطار بتلاقي الرياح ايه؟ تنشط. يبقى حركه الايه؟ الرياح بدات تنشط، بدا يحصل عمليات التعريه الايه؟ الهوائيه. يعني ايه؟ يعني بيعمل نحت في المناطق. يبقى انا عندي دلوقتي المنطقه اللي هيحصل فيها عمليه نحت معايا كده، يبقى انا هبنحت في الحته دي فبعمل منخفض. يبقى معنى كده ده الحته دي كده انا عماله اعمل نحت فيها، فانا عملت ايه؟ منخفض. خلاص، وعمال انقل الحاجه دي وارسبها في مكان تاني، فانا رسبت هنا عملت ايه؟ ارساب. يبقى انا عملت ايه؟ كثبان رمليه. خلاص كده، يبقى ديت لما اقول نتجت عن عمليات النحت ايه؟ منخفضات. يبقى لما اقول الصحراء الغربيه عندي فيها منخفضات كتيره جدا زي منخفض القطاره، منخفض الفيوم وغيره من المنخفضات، نتجت عن عوامل التعريه الهوائيه، بالاضافه طبعا اللي اشتغلت معاها كمان عوامل التعريه المائيه زي منخفض الفيوم وعوامل باطنيه. يبقى انا احفظها كده قاعده يا اولاد، اما اعمل عمليه نحت يعني التعريه تقوم بنحت مكان، يبقى اكيد المكان ده هيقل يعني هيكون لي منخفض. اما رص في مكان تاني يعني المكان ده بيعلى بيزيد، يبقى بيكون لي ايه؟ كثبان رمليه. يبقى كده احنا قلنا يا ولاد النهارده وراجعنا على الدرس الخاص بالعوامل تشكيل سطح مصر. عاوزه معاكم نقول بقى مع بعض التعريه الهوائيه، وده شكل المنخفضات اللي موجوده عندي في سطح مصر. وزي ما احنا عارفين وقلنا منخفض القطارة اكبر المنخفضات الموجودة عندي في الصحراء الغربية، وعندي هو المشروع القومي الرهيب اللي بيتم توصيل المنخفض ده او نعمل زي بالظبط كده نهر موازي ليه. كل ده بيعتبر من الحاجات المهمة جدا، من المشاريع القومية الهامة جدا اللي هتساعد طبعا على عمل طفرة كبيرة جدا في الصحراء الغربية. ووجود المياه في هذه المنطقة هيبقى طبعا انجاز كبير جدا. طيب انا عاوزه بقى نشوف مع بعض كده الواجب سريعا لان الوقت جري بينا قبل نهايه الحلقه. نشوف كده مع بعض، كل حبايبي نجهز الورقه والقلم، نكتب الاسئله اللي قدامي، ويا ريت نركز بقى في الواجب لان انا مش حابه خالص ان الاقي اي خطا معاك في الايه والاجابات. انا بحاول ان انا بجيب لك كل الاسئله وكل الاشكال للاسئله، بنحاول نغطي كل النقاط الموجوده عندك في المنهج عشان ما يبقاش فيه عندك اي نقطه مش مفهومه او ايه صعب عليك. وابعت لي برده لو في اي حاجه انا هقدر اعملها لك ان شاء الله. طيب اما نقول كده اختيار من متعدد، انت طبعا بيجي في التابلت بيجي لك الاسئله، انت عليك ان انت بتظلل بس الدائره صاحبه الايه؟ الاجابه السليمه. يعني بيجي لك كده زي ما انت شايف السؤال بالشكل ده لكل الطلبه اللي هم مش عارفين النظام التابلت ايه، بيبقى الامتحان جاي لك على التابلت وانت بيجيب لك الاختيارات، انت بتظلل الاجابه السليمه. شوف بقى معايا اول سؤال بيقول ايه؟ اذا كنت تقف عند راس حدربه على ساحل البحر الاحمر، فأنت بذلك تقف عند دائرة إيه؟
يا ترى عندي دائرة 22 شمالا ولا 23 ولا 25 ولا 26؟ وركزوا كويس جدا يا أولاد عشان ألاقي الإجابات كلها صح. إذا كنت تعيش في مدينة طابة، أنت موجود على مدينة طابة اللي هي يا أولاد موجودة على رأس خليج العقبة، فأنت بذلك تقع على حدود مصر إيه؟ يا ترى الجنوبية الشمالية الشرقية الغربية؟ إذا كنت تقف عند التقاء دائرة عرض 22 شمالا مع خط طول 25 شرقا، فأنت بذلك تقف عند ظاهرة تضاريسية هامة، هي هضبة العبابدة ولا جبل علبة ولا هضبة المعازة ولا جبل العوينات؟ السؤال ده مهم جدا بقى، تطبيق عملي على الدرس اللي احنا خدناه النهارده. يبقى الجزء الاولاني بنراجع فيه على الجزء اللي احنا خدناه قبل كده الدروس السابقه، والجزء ده مهم جدا هيطبق لك على درس عوامل تشكيل سطح الايه؟ الارض. لو انت استوعبتها كويس هتقدر تحدد الظواهر دي سبب نشأتها ايه. يبقى السؤال بيقول لك حدد سبب تكوين الظواهر الاتيه: جبال البحر الاحمر، ورقم 2 هضبة العبابدة والمعازة، وعندي بحر الرمال العظيم، وعندي منخفض الفيوم، الرؤوس الأرضية على ساحل البحر الأحمر، وجبل قطراني. يبقى دي الست ظواهر اللي قدامي، عاوزاك تقولي ايه سبب تكوينه. مش انت خدنا دلوقتي درس عوامل تشكيل سطح الارض؟ قول لي بقى نتيجة فهمك للدرس النهاردة هتطبق بقى عليه وتقول لي جبال البحر الاحمر او هضبة العبابدة او بحر الرمال العظيم، منخفض الفيوم، الرؤوس الارضية، جبل قطراني، هتقول لي كل دولت سبب نشأتهم ايه. بكده حبايبي وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى ان يكون وفقت في هذه الحلقة، وكل ولادي وبناتي في كل مكان يكونوا استفادوا معانا في مراجعتنا إن شاء الله، وأتمنى أن يكون أسعدتكم وأشكركم جدا وسعدت جدا بلقائي معاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.